البحار هي موطن الأسماك، لكن أن يكون هناك سمك في أطراف الصحراء وبين قمم الجبال الشاهقة، هذا ما تمكن منه مواطن بإجراء تجربة استزراع وإنتاج أسماك البلطي في قرية الحرشف التابعة لمحافظة حبونة بمنطقة نجران، ثم توسع ليصبح منتجعا سياحيا يزوره الناس من كل المناطق، حيث يجدون المتعة والاستجمام والغذاء الطازج. وللمزيد يلتحق بنا من هناك زميلنا علي زينان. علي، مساك الله بالخير، إيش الصورة اللي عندك اليوم وحاب تنقلها للسادة المشاهدين؟ مساك الله بالخير محمد، ومساء الخير لك وللسادة المشاهدين. محمد، يعني من الغرابة بمكان أن نتحدث عن هذا المشروع الجميل والرائع والرائد أيضا في منطقة نجران، ولم يكن يدر بخلد يعني أي منا أن يكون هذا المشروع هنا في أطراف صحراء الربع الخالي وبين قمم الجبال الشاهقة. يعني أصبحت نجران يعني موطنا للأسماك، هذا من ضرب الخيال، لكن فعلا هذا ما تحقق على يد أحد أبناء منطقة نجران الذي أصر على استزراع هذه الأسماك هنا في منطقة نجران. محمد، خليني أنا أروح وياك والسادة المشاهدين لصاحب هذه الفكرة، نشوف منين جاءت الفكرة وكيف نجحت وكيف توسع فيها لتصبح منتجعا يرتاده الجميع، سواء من داخل المملكة أو حتى من خارجها. معي صاحب هذه المزرعة محمد بن صالح آل سويد من قرية الحرشف في نجران. مساء الخير. مساء النور، الله يحييك، مرحبا، تشرفنا بزيارتكم لنا في منتجع خيار رفيف الترفيهي بقرية الحرشف. أول شيء حدثني، منين جاتك الفكرة؟ والله في البداية احنا بدينا في تجارب يعني، والحمد لله بدأت نجحت، حولناها من مزرعة عادية تقليدية إلى مزارع أسماك، وبعدين طورناها إلى منتجع سياحي ريفي، والحمد لله شجعنا أن الزوار كثير، برغم أن احنا تونا بدينا يمكن ما خلصنا 30% من المشروع، وهو تعتبر أنك تحول المستحيل لممكن. نعم، لكن لماذا هذه الفكرة؟ يعني نجران نعرفها منطقة زراعية ممكن، منطقة سياحية، منطقة تاريخية ممكن، لكن أن تكون موطنا لأسماك البلطي؟ والله بالنسبة مع الاجتهاد كل شيء ممكن، أي شخص يحاول بينجح، ومزرعة منطقة نجران خصبة لكل المشاريع الحمد لله. جميل، يعني واجهت معوقات؟ والله في معوقات كثير أكيد، تنقصنا في البداية كان ينقصنا الخبرة، لكن مع التجارب وهذه بدأنا صرنا نكسب خبرة وتعلمنا الحمد لله. إذن اليوم كم عندنا من أحواض أسماك البلطي وكم الطاقة الإنتاجية؟ بالنسبة للبرك الكبيرة هذه 4 برك كبيرة، لكن في برك صغيرة برضه، والحمد لله إنتاجنا من حدود من 30 طن إلى 40 طن سنوي. يعني حنتوقف على البلطي ولا في غيره؟ لا ان شاء الله باذن الله تعالى بنحاول في اصناف اخرى، والزراعه السمكيه تعتبر ضلع من اضلاع المشروع لان التركيز كله على السياحه الريفيه. اي، لكن انت تتحدث في نجران وفي اطراف يعني صحراء الربع الخالي وهالقمم الجبال. الحمد لله بسمعنا حاليا هو اللي شجعنا، انه صار زوارنا كثير من المنطقه ومن خارج المنطقه، من برا المملكه برضه يجينا زوار، وهذا يشجعنا ويمنحنا الكثير من الطاقه لانتاج الباقي ان شاء الله. طيب، احنا نجحنا في زراعه الاسماك وعندنا 3 احواض، ولكن تحول الى منتجع، انا اشوف انه صار منتجع ويعني يرتاده اهل نجران، ابناء المملكه، من خارج المملكه. صحيح، بالنسبه لنا هو يعتبر من نقاط النجاح، احنا صار يجينا زوار من برا المنطقه، هذه نعتبرها نقاط نجاح كبيره، بالرغم ان عاد احنا نعتبر 30% من انجازنا ان شاء الله. زي ما تشوف احنا زراعه سمكيه، جبال برضه زرعناها بن تجارب فيها، الحمد لله نجحنا فيها كلها باذن الله. أنت تقول 30% من المشروع الآن، يعني كم مساحة المشروع؟ المشروع تقريبا هو 48 دينم، حتى الآن ما أنجزنا منه إلا 30%، وإن شاء الله بإذن الله تعالى بنطوره بإذن الله قريب. محمد بن صالح السويد، شكرا لك. العفو، الله يحييك، تشرفنا. إذن محمد، يعني كان هذا هو بعض هذه الإضاءة على هذا المكان المنتجع الذي أصبح يأمه الكثير من داخل نجران وخارج نجران، وكما تلاحظ أصبح منتجعا سياحيا يرفد المنتجعات والأماكن السياحية والتاريخية في نجران. ولذلك دعني أقول يعني يا ضيفنا، لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل، وهل زرت نجران؟ حي الله نجران، وجادها الغيث هطالا وهتانا، ترى بها الحسن أينما وقعت عيناك، والزهر نعاما وفتانا، ونقول الحبوا في نجران، وإذا جيت المكان خلها أفضل من مكان. الله الله الله، شكرا يا علي، يعطيك العافية. الشكر موصول أيضا لضيفك الكريم. مثل هذه المشاريع النوعية هي عامل من عوامل الجذب السياحي، كل التوفيق لهم إن شاء الله.